في الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم الفتاة مريم، فدخل إليها فقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. فدخل اضطراب شديد لهذا الكلام، وسألت نفسها ما معنى هذا السلام، فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حفوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع، سيكون عظيما وابنا عليما، ويؤويه الرب الاله عرش ابيه، ويملك على بيت يعقوب ابده، ولان يكون لملكه. فقالت مريم الملاك: فكيف يكون هذا ولا اعرف رجلا؟ فاجابها الملاك: ان الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوس وابن الله معك. وها ان نسيبتك اليسابات قد حملت هي ايضا بابن في شيخوختها. فما من شيء يعجز الله. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولي. وانصرف الملاك منها. كلام عطلت علينا ترتيب القداس، وهذا مشهد مهم يعني له شأنه كي نميز خصوصا في الأعياد الجوهر من المظهر، كي نميز اللب عن الفجور. ما هو العيد بالنسبة للناس؟ سيمفونيات؟ سيمفونية هي ما كلمتان يونانيتان، سين يعني مع، وفوني يعني صوت، الصوت معا. فعلا كانت سيمفونية جميلة جدا، ولكنها تقريبا الظل بعيدا منها. الأهم التي تحققت في تلك المغارة وبدأت في الناصرة، السيمفونية بين السماء والأرض، بين الإله والإنسان، والكلمة صار جسدا. اللبس للعيد يا أختي عن اللبس، شو نشتري للعيد؟ شو نلبس للعيد؟ اللبس للعيد حلة العرس كما
مزينا يوم خلصي وليس لي ثوب للدخول اليه فابرج حله نفسي يا مانع النور وخلصي. شو بدنا ناكل على العيد؟ في اي مطعم بدنا ناكل؟ ليش اقطع رزق المطاعم؟ ماذا ناكل على العيد؟ ناكل القربان الاقدس. اذا ما تناولتش على العيد معناه انت جوعان على العيد. اذ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. قال السيد له المجد انا الخبز الحي النازل من السماء. شو بدنا نزين بيوتنا وحوالينا على العيد؟ فنزين عائلاتنا بالمحبه وبالاخلاق الحميده اهم من الزينه الخارجيه. ناتي الى النص الذي بدات اتلوه على مسامعكم من ارخيم ولوغوس كيولوغوس ان بروسنوثيون كيثيوس ان ولوغوس وإلها كان الكلمه. هنا ممكن اصطدمت بهذه الصعوبه، نجدت بعض الترجمات العربيه إلها كان الكلمه، ترجمات تضطرها الكنيسه. الترجمه صح ولا غلط؟ الترجمه صح في العقليه الكاثوليكيه الارثوذكسيه، الترجمه صح لانه احنا نؤمن بأكم اله، اله واحد. معناه لما نقول اله كان الكلمه بالعربي الترجمه مش غلط ولسه افضل منها، وكان الكلمه الله. ولكن مع الاسف ابتلينا خصوصا في الولايات المتحده الامريكيه ببدع صهيونية طبعا تترجم and the word was a God. God حرف مسطحة G صغير small letter a God. كان في الله وفي بعدين اله صغير ترانزستور كأنه عاش وكسر المسيح. بقول لك ما فيش قل التعريف. وشو اللي بيزعلني انا؟ انه بشر يا دوب بيعرفوا يقروا عربي. بقول لك في اليوناني ما فيش هذا التعريف، طب ما انت بتعرفش تقرا عربي. لانه هيك غفلوه. ما فيش هذا التعريف باليوناني. ما فيش هذا التعريف باليوناني يا اخويا خيوس. طب اقرا الايه 6 من نفس الفصل الاول لانجيل يوحنا. كان رجل ارسله الله من يونان باراثيوم اسمه يوحنا. فيش هذا التعريف، ليش ترجموها الله؟ فيش هذا التعريف. ونكمل آية 18 ثيون الله لم يره احد. فيش هذا التعريف، ليش ترجموها الله؟ لأنهم كيهود كجايين من اليهود، مع أنهم بيحكوا عربي، لأنه في يهود بيحكوا عربي وفي يهود بيحكوا إنجليزي، خصوصا يهود بيحكوا أمريكي ويهود بيحكوا عربي. لما يحس إشي اسمه بلغية المسيح بيحرف، وعشان إيش هو مش مسيح. الكلمة كان الله أي واحد. آية 6 كان رجل أرسله الله اسمه يوحنا. آية 18 الله لم يره أحد. في كل الثلاث آيات ما فيش التعريف باليوناني. أساسا كلمة ثيوس الله ليست بحاجة إلى التعريف. بديش أطول عليكم التفسير، هذا بتركه للندوات التي لا يحضرها تقريبا ولا حدا مع الاسف.
صححت اسم الطالب المذكور عندما نتغيب عن الادوات عندما نهمل التوعيه التي تقدمها الكنيسه لما بصير انحراف عن الدين وعن الاخلاق ما نهمل. لما احنا نفكر في المسيح بيعمل معجزات هذا بعيد عنا.
في يسوع العذاب، الألم، الذل. كلنا بنتألم في وقت أو في آخر، كلنا بنتعذب في وقت أو في آخر، كلنا يعاني من إيش؟ الذل، الإحراج، الضيق، ولا لا؟ مين فيكم عمره ما اتضايق في حياته؟ مين منكم عمره ما زعل في حياته؟ مين منكم عمره ما حزن في حياته؟ مين منكم عمره ما بكى في حياته؟ يسوع الطفل اللي بكى هون في هذه المباراة يمثل كل دموعنا وكل ابتساماتنا. نقول عن الرسالة إلى العبرانيين في بلاغة يونانية كبيرة إنه كإنسان. إيه مثل؟ تعلم مما إيه مثل؟ تألم. بعرف إذا لاحظتوها. إيه مثل؟ إيه مثل؟ تعلم مما تألم. إيه مثل؟ إيه مثل؟ نحن نتعلم مما إيه؟ نتألم. وقال الكاتب الفرنسي، الشاعر الفرنسي الرواقي ألفريد دو ميسي، أي الفرير ورهبات الله يوسف علمونا وعلموا أمهاتنا وأخواتنا اللغة الفرنسية. لوم إيت أن أبرونتي، لا دولور إي سون ميت، إي نول نو سو كوني أون كي نا با سوفير. الإنسان تلميذ والألم معلمه، ولا أحد يعرف نفسه حتى يتألم. أكبر مدرسة للألم هي مدرسة سيدتنا مريم العذراء، مدرسة مار يوسف، إذ كان يوسف رجلها صديقة لم يريد أن يشهد عمره، فعزم على تسليتها سرا مع أنه كان مقتنع من براءتها. بس وين نروح من وجه الناس؟ الناس اللي ذبحونا، الناس اللي قتلونا، نموت نفسنا عشان الناس، زي ما قالت لي هذيك الوحدة. بس برضه ما تجيبوش سيرة. قال ها، هينا حطينا هالولد في الجامعة، مش جامعة بيت لحم، استنى تهاجموني على هيك أو على البيانو. ها، هينا حطينا هالولد في الجامعة، بس بيننا وبينك يا أبونا مش تبع الدروس. قلت لها طيب يا مدام يا ست هانم، طب ليش حطيتوه في الجامعة؟ قال إيه؟ ابن عمه يكون في الجامعة هو لا؟ ابن خاله في الجامعة هو لا؟ وين نروح بشرفنا؟ قولوا له الأميرة. يا سلام، الألم، مدرسة الألم بدأت في الناصرة، كملت في بيت لحم في هاي عريقة في الشمال، فولدت ابنها وقمطته وأطلعته وين بابا؟ في مدوز، ما راحتش على محلات ومفروشات اللي المسيحيين راحوا عليها، لأنه صارت المفروشات أهم من الطفل، والطفل أهم من الولد. بس مش الناس نحكي زي ما حكينا امبارح عن تبنيعنا لاولادنا احنا المسيحيين. وتألق المسيح اخذ شهادة الدكتوراه والبروفيسور في الألم. وين؟ وين؟ على الصليب. أعظم دبلوم في الألم هو الصليب، هذا الصليب الذي به نفتخر وبغيره لا نفتخر. عجل عثرا لليهود وجنونا لله.
تسمحوش لكل هاللخمة الموسيقية هاي إنها تبعدكم عن الكهنوت. الكاهن أبونا بس الكاهن ابننا، أحيطوا الكاهن بمحبتكم. بتقول لي مرات مرفوري عصبي. طب شو بتتوقع من واحد عزابي؟ إحنا عصبية. إحنا العزابية عصبية وعقلنا شغل إيدنا. يا عم يتحملونا احنا ولادكم قبل ما نكون ابائكم. ما تتحججوش فينا حتى ما تصلوش، ما تضحكوش على حالكم. فالخوري بلشت الرعيه، الخوري بطل يرش مصاري هشت الرعيه، الخوري برش ميه مصلاي مش مصاري، المسيح ما رشش مصاري ولد هون بأمل إن الكلام واضح وانتم عارفين شو بقصد. أيها الأحباء، ولد لنا ولد، وغيب لنا ابن، مثل أفضل ولد يوهب إلنا هو الولد اللي احنا نوهب لربنا على الهيكل. يبدو لأول وهلة إنه الناس بيفقدوا الولد اللي بيستقبلوه. تقول لك راح بلا خلاص، انقطع نسله، ما هو مرات أشرف للإنسان ما يشمل ابنك، ولا لا؟ طوبى للأمور التي لم تلد مرات، ومرة ثانية طوبى للبطن الذي حمله وللثديان اللذين رزقتهما. وبدنا نقول هذا الكلام اليوم ليسوع الطفل، بدنا نقول له اياه وبدنا نعيدها ونقول السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا مريم. احدى قريباتنا من رحمات الورديه رحمها الله، قريبهم منشق عن الكنيسه، قلنا لايش دائما تقول السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا مريم؟ ما هي رح تزهق. فجاوبت واحنا نقول السلام عليك يا مريم عنا وعنكم. اذا ايها الاحباء، بدنا نقول لسيدنا يسوع المسيح بدل ما هو بلوش، بدل الملايين اللي اليوم خصوصا في العالم الساكسوني بقول لك عيد الميلاد بس بدون العطله. بدنا نقول له للطفل يسوع طوبى للبط الذي حمل وللثديين اللذين رددتهما، طوبى لوالدتك اللي ولدتك هون عندنا في بيت لحم، طوبى لها لانها امنت ان مبادئها من عند الرب سيسلم وهو بجاوبنا. طوبى لمن لم يرى وامن. بسم الله وللروح القدس الى الله. والان